نبدأ مع حضراتكم أخبارنا، نبتدي من نطمن الأول على بعثتنا في نايجر. صار ماشي، نروح بقى فعلا لأخبارنا والأهلي اللي هيختتم تدريباته النهاردة طبعا استعدادا لمواجهة ساني داف بطل النايجر بكرة يوم الأربعاء. طبعا هيكون الساعة 4 المباراة، عشان كده احنا مش هنكون مع حضراتكم بكرة، وطبعا في استوديو تحليلي، وده طبعا في ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي خاض التدريب الختامي على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكرة بالنايجر بالعاصمة نيامي، واللي بيبعد عن الفندق اللي قاعد فيه اللعيبة يعني حوالي 30 دقيقة. يمكن كان الأهلي خد تمرين امبارح على ملعب الجنرال ساني كونشي اللي بيستضيف المباراة إن شاء الله تكون عليه بكرة، واشتمل المران على جانب فني وخططي بشكل أكبر، وحرص الجهاز الفني طبعا على تطبيق طريقة اللعب اللي بيرغب في تنفيذها خلال مباراة بطل النايجر. المسؤولين في النادي الأهلي متفاهمين جدا ظروف ملعب الجنرال ساني كونشي اللي هتقام عليه مباراة النهاردة في الكونفدرالية، فعشان كده مش هينفع يكون تدريب النادي الأهلي عليه النهاردة، بس المسؤولين متفاهمين ده جدا ومفيش أي مشاكل بالنسبة للنادي الأهلي. وإن كنت شايف من الصورة سارة أنه الأرضية، الأرض اللي بيلعب عليها أفضل عليها الفريق دلوقتي أفضل بكتير جدا من حالة الملعب اللي احنا هنلعب عليه بكرة. يعني طبعا الملاعب اللي من النوع ده يعني بنبقى متوقعين ان ما بيبقاش فيها كوره حلوه قوي. احنا طبعا اللي يهمنا ان احنا نيجي بنتيجه ايجابيه، وقلت لحضراتكم انه مش بس عشان نتخطى عقبه بطل النايجر، لانه اعتقد ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على ده، لكن كمان عشان نبعت رساله انه حامل اللقب جاهز للدفاع عن لقبه. وزي ما اتكلمنا في البدايه، يمكن بيغيب عن الاهلي عدد يعني مش قليل ولكنه مؤثر من اللاعبين. يعني عندنا 3 لاعبين بسبب اصابه كورونا، قفشه وسليه وربيعه، وعندنا بسبب الاصابات طبعا في قائمه كبيره، وليد واجايه ومروان وناصر ماهر، واللي مكملين معانا من السيزون اللي فات متولي وندفيد. فيعني عندنا برضو عندنا فرقه كامله غايبه، لكن ان شاء الله باذن الله الحمد لله، واعتقد انه كيفن جونسون ومستر موسيماني عندهم اريحيه الى حد كبير جدا في اختيار ال11 الاساسي اللي هيبتدوا ماتش بكره. موسيماني كان الحقيقه في حاله اتصال مستمر مع الجهاز الفني هناك، وكان في اجتماع بالفيديو كونفرنس مع الجهاز المعاون عشان يتم الاتفاق من خلاله على طريقه اللعب اللي هيلعب بيها النادي الاهلي واللي مستر موسيماني عايز ينفذها مع بطل النايجر ساني داف. احمد سليمان كان حريص الحقيقه يعني فيما يتعلق بتحليل الاداء على تسجيل التمرينه بتاعه الفريق اللي اقيمت الامس بشكل كامل، واتبعتت لموسيماني الموجود في القاهره طبعا واللي بيخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا. واتكلم الحقيقه موسيماني مع كيفن جونسون المدرب العام، ومع سامي قمصان المدرب المساعد، ويانكم ميشيل مدرب حراس المرمى في كل الجوانب الفنيه المتعلقه بالمباراه والناحيه الخططيه، واتفق معاهم على طريقه اللعب وكل الامور المتعلقه طبعا بمواجهه ساني داف على المستوى الفني. طيب خلينا نروح بقى للتصريحات للمدير الفني الفريق ساني داف. الحقيقه تصريحاته حلوه جدا. كابتن محمد بشار قال ان الوصول للعب قدام فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي امر بيدعو للفخر، وان المواجهه دي هتتكتب في التاريخ، خاصه انها طبعا المواجهه الاولى لفريق ساني داف قدام الاهلي بطل افريقيا. وقال احنا عرفنا من بدايه القرعه اننا في حاله تخطي بطل مقديشيو هنواجه الاهلي، وكنت في غايه السعاده. انا كنت مبسوط جدا ان احنا هنواجه فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي اللي بيمتلك طبعا تاريخ كبير في قاره افريقيا. من اهم الكلام اللي قاله انه المشاركات الافريقيه ضعفت طبعا من خبرات فريق ساني داف، وانه هيدخل للتاريخ من خلال مواجهة الأهلي، وإن اللعيبة في حالة تحقيقهم نتيجة إيجابية هيتكلموا وهيحكوا لأولادهم بعد كده إن هم واجهوا النادي الأهلي المصري يوما ما وحققوا نتيجة إيجابية، وهتتكتب في تاريخهم طول العمر، وهتفضل طبعا مسار حديثهم بشكل مستمر مع عائلتهم. مؤكد المدير الفني كمان لفريق ساني داف ان مباراه الذهاب قدام الاهلي هتقام بكره بدون هتحط طبعا ضغوطات كتير على اللعيبه عكس مباراه العوده اللي هتكون في مصر. واختتم تصريحاته ان تعليماته للاعبين ان هم يادوا بشكل جيد ويستمتعوا بالكره بكره، وخاصه ان هم بيواجهوا فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي في مباراه تاريخيه هتتحسب لهم. وطبعا حلو جدا من كلامه ان هو شايف انه قد ايه لو حققوا نتيجه ايجابيه اللعيبه تقعد تحكي لاولادها، بس ان شاء الله يحكوا لاولادهم بس ان هم قابلوا النادي الاهلي ومفيش نتيجه ايجابيه بالنسبه لساني داف.